وهذا سائل يقول: أنا امرأة أسكن مع ولدي في بيته ويصرف لي ضمان اجتماعي من الدولة. يصرف. ويصرف. أنا امرأة. نعم. ويصرف. اقرأ السؤال. أنا امرأة أسكن مع ولدي في بيته ويصرف لي ضمان اجتماعي من الدولة وأعطيه لولدي لأنه مديون وهو ينفق عليه، ولي بنات متزوجات ولا أعطي لهن منه شيء هل في ذلك علي إثم؟ ليس عليك إثم إذا كان هذا بقدر نفقتك الذي يخرج لك من الضمان، بقدر نفقتك تعطينه الولد ينفق عليك، أليس لبقية الأولاد شيء؟ لأن هذا نفقة. أما إذا كان يتجمع عندك مال توفير فعليك بالعدل بين الأولاد، ولا تخصي بعضهم ببعض بعطية. أما مجرد ما هو للنفقة هذا لا شيء فيه. نعم.